السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق الريادة. اليوم حنتكلم على Chapter 11. Chapter 11 talks about sources of capital، يعني مصادر التمويل بشكل عام. مصادر التمويل في عندي نوعين، debt or equity financing. الدبت اللي هي الدين، يعني أنا بدي استدين للشركة، وهذه asset based on financing require some asset to be used as collateral. يعني إيش الها؟ هذه مبنية على أنا إيش بملك، البملكه هذا بحطه كضمانة أو رهان أساس أقدر يعني أتداين بناء على قيمة هذا الرهن أو هذه الضمانة. طبعا في بلادنا الموجود دائما بياخدوش زي هيك، بياخدوا كفلة. الكفيل في هذا المجال هو السداد، بيصير يعني انت لو ما دفعتش بياخدوا الكفيل بيدفع. في بلاد برا انت ايش الك املاك بحطوها هاي، وبياخدوا هم حق الملكية، وبناء على حق الملكية لو انت ما دفعتش يعني كم من دفعة معينة ما التزمتش فيها، فهم يحق لهم يبيعوا اللي الجزء هذا اللي هم ملكوه على بالسوق، يعني خلينا بالمزاد العلني. فهذه طبعا الفلوس اللي بتم استدانتها او استعارتها بتم سدادها مع نسبة ارباح للبنوك او للمدين. الايكويتي فاينانسينج هذه بتاخد فاندز، يعني فلوس بناء على انه اللي بيعطيك الفلوس بياخد نسبة ملكية في هذا الشركة او اسهم في ملكية هذه الشركة، وهذه بتطلبش اي ضمانات او اي رهن لاي شيء، لانه هذا بياخد حق ملكية في الشركة اللي انت بنيتها، وبناء عليها بصير له حق انه يصوت ويشاركك في اتخاذ القرار في هذا طبعا هنا المستثمر بصير عنده بصير جزء مالك بشكل جزئي في هذا المجال. Factors affecting the type of financing, availability of funds. طبعا لازم يكون في تمويل متاح. Assets of the ventures, ايش بتمتلك ممتلكات بتحيز عليها الشركة. Prevailing interest rate، يعني نسبة الأرباح الموجودة أو الربح، النسبة يعني اللي بتعامل فيها الباقي البنوك. All financing requires some level of equity، كل هذه الأنواع بتتطلب إنه إيش يكون في جزء ملكية. Amount will vary by nature and size of the venture، طبعا هذه بتختلف الكمية او حجم الدين او حجم الفلوس المتاحة حسب قديش حجم الشركة اللي بنتكلم عنها. طب ايش الخيار، internal or external fund؟ يعني وقتيش انا بروح ل internal وقتيش بروح ل external، او ايش الفرق بينه؟ internal generating funds are most frequently employed sources include، طبعا اكتر اشي للشركات الناشئة اللي هي ايش التمويل الداخلي في هذا المجال. ليش لها sources؟ ممكن تكون الأرباح، بدل ما أوزع الأرباح على الموجودين لا برجع أستثمرها في الشركة. sales of assets and little used assets، يعني بعض الحاجات الموجودة الممتلكة للشركة اللي هي مش يعني مش مستغلة أو مش مستخدمة بشكل كبير، أو ببيع مثلا، البيع بدل ما أنا يكون عندي أجهزة ببيع الأجهزة اللي عندي وإيش بتأجر لأستخدم، فهذه بتعطيني فلوس. طبعا هاي لها ميزة ولها عيب، أنا بدي فلوس بدي أشوف من وين بدي أحصل على هذه الفلوس. إحدى الطرق إن إيش أنا بملك ببيع، والمعدات والأسس اللي بدي فيها بستأجرها. مثلا لو أنا مالك مكان محل، بدل ما أنا المحل يكون عندي وأنا محتاج فلوس ببيع المحل وبتأجر بدل الملكية. Working capital reduction، أنا يعني إيش عندي بضاعة غيرها بخفف فيها، بحيث إنه إيش أنا
ارجع يعني اخذ كاش في هذه. يعني مثلا البضاعه المخزنه عندي او المواد الخام المخزنه عندي بدل ما تكفي احتياط لشهر بخليها تكفي الاسبوع بس. فهذا ايش بتعطيني؟ بتعطيني فلوس عاجله، في نفس الوقت هي في لها ريسك، بس هذه طرق انت بدك طرق تطلع يعني ريز فاندز. اكاونت ريسيفابل الاكاونت اللي هي انا بسترد فيها دفعات في هذا المجال. شورت تيرم انترنال سورسز فاندز هذه على المدى القصير، زي ايش؟ ريديوسينج شورت تيرم اسيتس يعني الممتلكات اللي عندي زي الانفنتوري اللي هي البضاعة الموجودة عندي، الكاش بدل ما يكون عندي كاش كبير بنقص الكمية، and other working capital item الأجهزة الغير والحاجات، فأنا بخفض فيها يعني ببيع اللي عندي أو بخفف من البضاعة والمواد الخام الموجودة عندي. فهذا بتعطيني يعني مساحة تمويل أكثر داخلي في هذا المجال. الآن بدل برضو من الشغلات اللي بطلع فيها، أنا بجيب بضاعة من الموردين، بدل ما أدفع عاجلا بأجل الدفعات لفترات أطول. يعني ما أنا باخذ بضاعة اليوم بدفع الشيك اللي بكتبه صالح لبعد شهر من هذا التاريخ، يعني أنا أجلت الدفعة شهر، ممكن أعملها تأجيل أكثر من هيك، بس هذا طبعا بدها اتفاق مع الموردين بشكل عام. طيب criteria for evaluating external sources of fund، طب ايش المعايير اللي انا باجي بقيم فيها المصادر او الموارد، المصادر الخارجية للتمويل؟ length of time the funds are available، يعني قديش الفترة التمويل فيها هذا متاح. الكوست انفولد قديش بتكلف التكلفة. الاماونت اوف كمباني كنترول لوس، طبعا اللي بيعطيك فلوس بيعطيك ايش لوجهك هيك، هو بده حاجه يتحكم فيها عشان يسترد امواله. يعني لو انت القدره على الاستعاره، القدره على البيع، القدره على هاي، بتخسر جزء منها في هذا المجال، لانك هذا بدك تاخذ موافقه الجهه المموله فيها. طبعا البيرسونال فاندز الاموال الشخصيه هذه ارخص طريقه واسهل شيء فيها، لا بتخسر تم كنترول، وفي نفس الوقت انت هذه بتكلف كاش حاجه، كل اللي بدك من الفلوس اللي عندك بدك تطلع وتحط فيها. essential in attracting outside fund، طبعا هذه مهمه جدا. لو انا بدي تمويل خارجي بتطلع انا قديش انا ملزم بتمويل هذه الشركه، يعني قديش انا حط استثمرت في الشركه تبعتي من فلوسي الخاصه. type of sources of personal funds، ايش انواع الفندز الموجود؟ من السيفنج التوفير، حسابات التوفير اللي عندي او التوفير الموجود عندي بقدر اخذ منها. اللايف انشورنس، انا احيانا ببقى عامل تامين على الحياه، وهذا موجود بالغرب بشكل كبير بس عندي في بلادنا مش موجود، بقدر اسحب منه في هذا المجال. mortgage on a house or a car، انا لو عندي سياره او عندي بيت، البيت عاده او السياره بتشتريها على دفعات. الان انا لو جيت مثلا قربت اخلص دفعات البيت، الان اللي ضايل علي مثلا البيت شريته دفعاته على 20 سنه، الآن أنا دفعت 10 وبدي أخذ تمويل، باجي بعيد رهن البيت هاد، بدل ما يصير 10 بعمل 20. فإيش بيعطوني؟ بيعطوني فرقية وباخذ فلوس كدين بحيث إنه تغطي الفترة الجاية. هيك بصير إنه البيت، طبعا البيت بضل الملكية مش إلي أنا، البيت تبعي مرهون صار. فهذه إحدى الشغلات اللي بيعملوها في الغرب. طبعا إحنا عندنا هذه مش موجودة، عند السيفنج من التوفير، من أحيانا إيش ممتلكات الزوجة، حلي إيش ممتلكات البيت، عندي سيارة ببيعها، عندي إشي قطعة أرض ببيعها، بحيث إنه إيش أقدر أطلع فلوس في هذا المجال. الـ entrepreneur's level of commitment is reflected in the percentage of total assets that the entrepreneur
هاز كوميتد، يعني قديش انت الناس بتطلع عليك لتقيم قديش انت استثمرت في الشركة فلوس، قديش هذه بتعطي انطباع انك انت كلسانك محل جيبتك موجود. يعني بدل ما اتكلم بلسان لا واقول انا كوميتد، لا انا كوميتد بهاي فلوسي حطتها في هذه الشركه. طبعا من فاميليز اند فريند اللي هي العيله والاصحاب لايكلي تو انفست دو تو ريليشن وذ انتربرنور. طبعا الناس هتستثمر لما تحسك انت جزء من العيله وهي حابه تساعدك. طبعا هذا الفلوس سهل الحصول عليها، more patient than other investors، وعادة هدول بيعطوك فرصة أطول للسداد وشوية يعني برحموك أكثر من غيرهم. ال disadvantage direct input into operations of the venture، يعني direct input على طول هو بيشوفك ايش بتسوي، ما عجبتوش حاجة بيقول لك لا هذا مش عجبان، لأنه عينه بتشوف كل يوم ايش بتسوي. الفورمال اجريمنت ماست انكلود امونت اوف ماني انفولف، قديش الكميه، تيرمز اوف ذا ماني، الرايت اند ريسبونسابيلتي اوف ذا انفستورز، ايش الحقوق والمسؤوليات على المستثمر. واحنا في الاسلام عندنا واضحه، اذا في دين او حدا اعطاك فلوس لازم ايش نكتبه هذا، والكتابه فيه بتقول قديش المبلغ وقتيش لازم ارجعه، وفي 2 شهود عليه على اساس انه هذه حقوق لازم يحافظ عليها. وهذه من الشغلات اللي لازم احنا نتبعها في عملية الدين. الان عدم اتباعها هذه بتولد شغلات تانية. ايش هي الشغلات اللي بتحصل؟ انه ده يعني طالما انت ديانت بدون شهود ممكن هذا ينكر، اذا ما حطيتش وقتيش السد ممكن يشلط ويضل او يماطل. الان ما فيش شهود زي ما حكيت، ممكن ما يعني يحكيش على يقول لا ما اخذتش او سديت ما سديتش يعني. فهذه للحفاظ على الحقوق ولا يعني تفعيل هذه الميزه الموجوده عندنا في الاسلام، لانه اللي بفك عن مسلم ضائقه ربنا بفك عنه ضائقه يوم القيامه. فهذه عشان هيك هذه العملية قلة اتباعها أو عدم اتباعها أدى لعزوف الناس عن مداينة بعضهم. طيب likely to invest due to relationship with the entrepreneur. الادفانتجز زي ما حكينا easy، وهذا حكينا ايش المطلوب فيها. الكوميرشال بانك البنوك التجارية، التايب اوف لونز افيلبل يعني asset based اللي هي مضمونه على ايش بتملك الممتلكات، account receivable loans انت بتيجي بتقول انا جاي لي يعني متوقع ان الحسابات تبعتي هذه ترد لي عائد في الفتره الفلانيه او الفلانيه، فانت بتاخذ لتغطي الفتره الهاي. inventory loan بناء على قروض للبضاعه الموجوده، equipment loan للاجهزه، للريال استيت لونز للمكان المحل، كاش فلو فاينانسنج اللي هي كونفنشنال بانك لون اللي هي ايش هذه التقليدي، انستولمنت لون هذه على دفعات بتتم، ستريت كوميرشال لون اللي هي هذه بشكل يعني واضح وشكل يعني مباشر القروض المباشره، long term loans اللي هي القروض بعيدة المدى اللي بتم فيها هذه بتعملها لسنين طويلة، والكاركتر لونز هذه قروض مبنية على شخصية المستثمر هذا، يعني شخصية ايش بنقول السجل المالي تبعه اللي هو الكريدت ريبورت تبعه. بانك lending decisions كيف القرارات في البنوك بتتم، based on quantifiable information and subjective judgment. طبعا هم عندهم معلومات اللي هي الكريدت ريبورت، وفي الاخر هم بيقرروا بناء على يعني راي شخصي عندهم بناء على المعلومات المتوفره. الديسيجنز ار ميد اكوردنج تو ذا 5 سيز اللي هم ايش، الكاركتر الكاباسيتي والكابيتال والكولادرال اند كونديشنز، review of past financial statements and future projections. بيجي للشركة بتطلعوا قديش الشركة عملت فلوس خلال الفترات الماضية، وقديش حجم المبيعات، قديش حجم المصروفات،
وبتطلعوا على البروجكشن تبعت الشركة وين رايحة في هذا المجال. Questions are asked regarding the ability to repay the loan اللي عندي، يعني كيف القدرة على أو إعادة دفع أو دفع القرض هذا، تسديد القرض بشكل أساسي. طبعاً بانك شوبينج بروسيجرز، أنت بدك تطلع، أنت مش كل بنك بدك، بس اللي بدأينك بدك complete an application عادة which is mini business plan بتكتبها. evaluate alternative banks، يعني لو الناس البنوك أكثر من بنك أعطاك فرصة لتقترض، بدك تطلع على مين أفضل البنوك. select one with positive loan experience in the business area، يعني الناس اللي عندهم خبرة إيجابية في القروض في مجال التجارة، هدول اللي انت بدك إياه. set an appointment، بدك تعمل مقابلة، يعني carefully present the case for the loan، بدك تقول له إيش. borrow the maximum amount possible، يعني انت قديش مسموح لك تستعير، بدك تستعير في هذا المجال. طبعا في أمريكا في عندي small business agency، هذه هي مصدر تمويل حكومي وهي بتعطي ضمانات. احنا عندنا في الحكومة في عندنا small business department، في الوكالة موجودة في الـ UNDP، في مؤسسات كتير هنا بتعطي قروض، بتختلف طبعا المعايير تبعاتها عن المجال الأمريكي في يعني في هذا المجال ما حنحكي فيها لأنه هذه خاصة بالمعايير الأمريكية. الآن القروض متاحة عندنا في مؤسسات كتير بتعطي قروض لهاي، مثلا في مؤسسة فاتن، البنوك، البنك فلسطين، البنك الإسلام الوطني برضو، زي ما حكيت الوكالة فيها بتعطي قروض في الحكومة، في الـ UNDP بيعطوا، في المؤسسات العديد من المؤسسات بتعطي قروض للشركات الناشئة بشكل عام. في هاي هدول زي ما حكيت بيختلفوا عن اللي احنا بدنا اياه، لأن الحكومة قوانين الحكومة عندهم تختلف عنا. طبعا في البرايفت اللي هي تايب انفستر، انفستر كان انفلونس نيتشر اند دايركشن اوف ذا بزنس، المستثمرين بيقدروا يغيروا طبيعة وطريقة طريق المشيها البزنس. may be involved in the business and operation، بعض منهم بدخل بتفاصيل العمل. entrepreneur need to consider the degree of involvement، يعني هو بده يشوف قديش حجم اللي هو بده يسمح فيه لهذه الناس لتبقى داخلة في العمليات. ال private offering اللي هي a formal method for obtaining funds from private investors، هذه faster and less cost، يعني في جمعيات مستثمرين بحبوا يستثمروا في الشركات الناشئة لأنه هو بتطلع له فرصة يعمل فلوس بشكل كبير في نفس الوقت، فيش مخاطرة، وبدعم شريحة الشباب في هذا المجال. الهدف الرئيسي هو للاستثمار إنه يعمل فلوس، مش يدعم بس، هو بدور على البيج كاتش إله. ففي قوانين في أمريكا قديش مسموح وإيش مسموح وقديش الحجم، فهي بالنسبة لنا اللي بتطلع فيه. في حاجة بسموها يعني بتلاقيه الانجل investment angels، هدول وظيفتهم انه يعني يشجعوا هذه الناس ويعطوا قروض لشركات ناشئة، وهم في المقابل بياخذوا حقوق ملكية في هذه الشركات، فهم بتوقعوا انه هذه الشركات الناجحة او المفروض انها تنجح هي اللي بيستثمروا فيها في هذا المجال. البوتستراب فاينانسنج اللي هي انا من المصادر الداخليه تبعتي بدي اولد تمويل او بدي اخلق تمويل. outside capital usually takes between 3 to 6 months to raise، often decreases a firm's drive for sales and profit، increases the imposed spend. يعني انا لما بدي اعمل بوست ستراب ايش بدي اعمل؟
بدي اقلل قدرتي على البيع يعني في هذا المجال، لانه انا بدي اقلل المخزون عندي سواء من مواد خام او بضاعة موجودة عندي. طبعا هاي ايش، في شغلات بتقلل المصاريف بدي اشتغلها في هذا المجال. طبعا هذا بتعطينيش مرونة كشركة بس، وبتسبب لي مشاكل احيانا في الشركة بغنى عنها. بس البوت ستراب فاينانسينج انفولف يوزنج اني بوسيبل ميثود فور كونسيرفينج كاش ساتش از اليوز اوف ديسكاونت فور فاليو. يعني انا مثلا لما عشان ابيع واولد فلوس اكثر، الناس اللي بدها تشتري بضاعة بالجملة او بضاعة كميات كبيرة بعطيها ايش؟ تخفيض. فهذه بتزود البيع. النسبة الآن قلت بس أنا في نفس الوقت صرت أبيع كميات أكبر. Frequent Customers Discount، يعني الزبون اللي بتكرر أو بيشتري مني أكثر من مرة بعطيه تخفيض. Promotional Discount، الآن أنا بسوي إعلانات وحملات إنه مثلا اشتري حاجة، بضاعة بدك تشتري فيها ايش، الشهر هذا بدي اعمل تخفيض 20% على كل المبيعات اللي عندي. اوبسلينس ماني، الاوبسلينس ماني اللي هي ايش، هذه الفلوس اللي بتصير بنقول عنها ايش اللي حصل. هاي احيانا حدا ماخذ قرض عندي او الي دينية عليهم او حاجة بدي اسامح فيها، فصارت بي يعني عشان يشتري من جديد، يعني الحساب القديم بدي اسوي عليه ردم. وهي بتحصل مع الشركات عشان جنريت، يعني واحد بدي يجي الي تبعين الدكاكين بيسووها كثير، بيجي واحد عليه دينية كبيرة بقول له بدي اجمد القديم وادفع لي على ايش بتاخذ. وهذه نفس الفكرة الموجودة. سيفينج ثرو بالك باكجينج، انه انا يعني بدي يعني لما بدي اعمل تغليف لهذه بغلف، بدل ما اغلف جزئية بسيطة بدي بغلف كميات كبيرة. البولك اللي بسميها كميات كبيرة. الان كونسايمنت فاينانسينج، انا على البيع، يعني بدي ابيع يعني اوزع البضاعة وبناء على البيع اقبض. هذه كلها طرق معينة للتمويل. هيك بنبقى خلصنا تشابتر 11، ويعطيكم الف عافية.